شارينها توم صحيح. يقول على الامارات هذا اختي طيب باذن الله تعالى اليوم 1/12/2016 اليوم الخميس هسه اختي طيب مصاب بالمسجد الجني والسعر هسه نرفع اذا سهل هسه يتحرك الجني باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء سحر عليها على تناول سحر قوي من قاسة سحر 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 تبقى بلا ما قدرنا كلمة سحر صراحة كنا طلقني ما يطلقني ما يطلقني اودينا للشيستاد اذا كان ان شاء الله اسمعني حيدا اسمع لازم يسوون خبر قوية حتى يطلقونها وننزل من القران ما هو شفاء قوي 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 ورحمة للمؤمنين ليش هي زينة ليش ما تمشي ليش تسوي زينة ليش اوجهنا قصاك ان شاء الله هسه يطيب اختي هذا الجن ان شاء الله سراب عذبتني سراب لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا في عمي خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم ما تقدر هاي درسون ما تريدهم لازم يبطلون مدرسه لازم يبهضونها لازم اخرجي عن انت شنو شو اسمك الجن شو اسمك انت رجل ومرأة؟ لا رجل شو اسمك؟ خوش يا استاذ يا من زنم بياو 10 سنين دزت لها سليمان وما قدر لها لو رئيس السحر يا من زنم بياو استاذ هذا هسه صار شهرها لازم رجل حيطلقها ما مرتاحه بس تمشي قواه وتسمع القران ليش شغل القران؟ انا في الكتاب الكريم وما خلقت الجن والانس الا عباد من الانسان وزنم بس قويه هي قويه ما تظهر لازم امشيها بالشارع انا وما اقدر ان شاء الله تدري لكن ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى لكن استاذ لازم ظهرها هاي بطلون من المدرسه يحرقون قلبها كم سنه مصابه هذا المره اختي كم سنه؟ 10 سنين يقعد صار وياها تجنى شيء تجنى كم طريقه يسجل انت رجل ومرأة انت رجل ومرأة ادز علي دزت رجل انت شنو رجل اقول هذا الامبيا والله دزت سلمان عليها وما قدرت ودزت جابر عليها وما قدرت اسمع اسمع انس دخيل ابني بيد اساسا نضربها نطلع اذا ما تخرج نضربك ها اخرج يا عدو والله يا رجل انا والله اخرج والله مستخطيها والله استخطيها هي استاذ اخر شيء استاذ اخر انس دخيل ابني بيد استخطيها واذا مريت فهو يشفيني يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين اعوذ بالله من وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا اخرجي يا عدو الله اخرجي يا ايها الكافر الجني اخرجي يا ايها الكافر يا جن يا رجل انت تقول انا رجل ورد لي جني كافر ورد لي وازدق شكي بينا اخرجي يا عدو الله سيدك خوش ويستان ضعيف ويستان اذا كان باش كمشي ان شاء الله استاذ شكي بسالك تمام اي ودي من قورن ما مستاذ قورن اقول سيد عبد الرحمن عزيزي المولى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر أختي قل يا الله يا الله أنت رجل ومرأة نعم شو اسمك؟ إيمان الله أكبر انهض أختي تعالي قل خوش الستان هيو شو يقول أنا اسمي إيمان مو؟ إيمان. شوف هسا الجن كان يحكي قال لي أنا رجل هسا يقول أنا اسمي إيمان خوش الستان أوش فصدق وهذا من فضل ربي أختي خبر اسمك؟ إيمان تعالي ما أخوي بشي يا شيخ وعدنا ما وصلنا عسى عسى على الراس إيه أستاذ هسا اختي هسه شو موضعك ليش؟ الحمد لله هذا الجن بداخل مشان الجن الذكري شوف رب العالمين شفاه وما لي زوج وشاجر الجن شو الجن قال انا رجل هسه اختي انت رجل ومراه شو اسمك؟ ايمان ايمان من اهلك؟ أبا هسه شنو موضعك ليش؟ هسه اذا جن بداخل اورقي يتحرك الجسم اذا جن ما باقي اذا جن يحب القران اذا سوي شيء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا اللهم صل على محمد هذا هو فضل من الله هذا هو معجزه القران اجل رب العالمين اختي فيها مجد لي اشوف انت ورانا اجل رب العالمين اشكر الله وانت تعال رب العالمين شوف اختي رب العالمين شفاء مو اني هذا من زمان صار 10 جنب داخله في شاجر ولا زوجه شوف قرانا على قران رب العالمين طلع بجسمها لانه هو شفاء من عند الله مو عندي خلينا نجد رب العالمين بس ذي الاخوه بالك اخوه ايش فايلو هنا شو في مصاصه صلى فمي اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله خلينا نجد رب العالمين الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان الوجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته فتبارك الله احسن الخالق سبح قدوس رب الملائكه دوره الله اكبر وهذا هو ميزة القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد جان من زرابي نعم حبيبنا شوف أختي كعشرة جن بداخل رب العالمين شفاها أنا صرت السبب
الجن رجل بداخله. شوف هاليوم او واحد 12 ربيع الاول ميلاد نبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله رويتي دوازي ما نجي في غمر صلى الله عليه وسلم بقربان دم يا رسول الله هاي هاي الله صلاة جدنا سبي غمر يدين اللهم صل يا خلنا صلي عليك اللهم صل على محمد وآل محمد. أختي أسا شو وضعك الحمد لله. شو اسمك أنت؟ إيمان. إيمان أسا مرتاحة الحمد لله. المراقي باسمك أنت أهلك رمادي؟ لا أنبار. أنبار نعم. وهذا هو معجزة القرآن أمر لدايك بني في غمر إخوان دنيا إلى نور وردة يا رسول الله بقربان صلى الله عليه وسلم توقع ورمى يسر ورماني بعمل ريقات داقين إن شاء الله وصلى الله خلي خلي سوي شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.